اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بألف خير. وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، واللي بتوفر علينا الوقت والجهد، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها. ولو انت لسه ما اشتركتيش في قناتي أتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة، وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد هنا منها. هنشوف مع بعض عندنا اختراع جميل جدا بيساعدك ان انتي تستخدمي كل مواد التنظيف اللي عندك بكل سهولة. زي ما احنا شايفين كده هنا تقدري ان انتي تستخدمي سائل تنظيف المواعين بطريقة سهلة وبسيطة زي ما هو. ودلوقتي معانا منظم للحمام تقدري ان انتي تنظمي بيه المناديل الورق او المناديل الرول. وغير كده المنظم ده بيكون في جزء تقدري ان انتي تنظمي من خلاله كاس الكمامة. بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الحصيرة المصنوعة من السيليكون تقدري ان انتي تصفي عليها الاطباق ومختلف ادوات المطبخ بعد ما تغسليها، وهي طبعا بيكون عندها قدرة عالية جدا في امتصاص اي سوائل. وهنا هنشوف مع بعض عندنا مبشرة ومفرمة للخضار او الفاكهة تقدري ان انتي تستخدميها بكذا طريقة مختلفة. تقدري ان انتي تستخدميها لتقطيع الخضار او الفاكهة او المكسرات. وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من القطع الصغيرة اللي تقدري ان انتي تثبتيها على الشماعات وتثبتي عليها اكتر من شماعة زي ما هو ظاهر دلوقتي قدامك من خلال الفيديو. هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدري ان انتي تتحكمي بالحجم بتاعه بحيث ان هو يتناسب مع حجم حوض المطبخ عندك، وبعد كده تقدري ان انتي تنظمي بيه ادوات تنظيف المواعين زي الليفة والسلكة او فوطة المطبخ. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وهنا معانا أداة التنظيف او الفرشة اللي تقدري ان انت تثبتيها عندك على الحوض وتنظفي بيها مختلف احجام الكوبايات بكل سهولة، وتقدري ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو. بعد كده هنشوف معانا منظم محكم الغلق وهو بيكون مصنوع من البلاستيك، بيجي متوفر معاه كوباية تقدري ان انتي تعايري بيها الكمية اللي انتي عايزاها، وطبعا تقدري ان انتي تنظمي بيه السكر او الرز او مختلف البقوليات. وغير كده المنظم ده بيجي شفاف يعني تقدري ان انتي تشوفي الكمية اللي موجودة عندك من اي حاجة انتي منظمها بيه. دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا أداة تقدري ان انتي تثبتيها على مختلف العبوات، وهي بتساعدك ان انتي تستخدمي كل العبوات دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وطبعا زي ما انت شايفة كده معايا الأداة دي بتشتغل بالإشعار. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي بتيجي متثبت عليها مجموعة من المشابك الصغيرة تقدري ان انتي تنشري عليها الشرابات او الملابس الداخلية. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطاعة اللي تقدري ان انتي تثبتيها على الرخامة وتقطعي عليها كل الخضار او كل اللحوم او السلطة او اي حاجة انتي عاوزاها. بعد كده عندنا مصفى للحوض تقدري ان انتي تثبتيها بطريقة مبتكرة جدا على الحوض وتصفي عليها بواقي الاكل. وغير كده كمان تقدري ان انتي تستخدميها في تنظيم ادوات تنظيف المواعين. هنا عندنا الشماعة اللي تقدري ان انتي تعلقي عليها الهدوم او مختلف اللوازم الشخصية الخاصة بيكي،
وطبعا تقدري ان انتي تثبتيها على الجزء الخلفي من اي باب عندك. هنا هنشوف مع بعض. عندنا الفرشة العملية جدا دي اللي تقدري ان انتي تضيفي لها اي مادة تنظيف انتي بتفضليها، وبعد كده تقدري ان انتي تنظفي بيها مختلف الحاجات او الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انتي شايفة كده معايا من خلال الفيديو. بعد كده هنا هنشوف مع بعض. عندنا الكبة الجميلة دي تقدري ان انتي تفرمي بيها الفراخ او اللحمة وتعملي بيها العجينة زي ما انتي شايفة كده معايا من خلال الفيديو، وهي بيكون ليها كذا طريقة في الاستخدام، وغير كده كمان بتديكي افضل النتائج اللي انتي بتكوني محتاجاها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا مجموعة من القطع السيليكون اللي هي تعتبر اغطية للاطباق، وطبعا هي بتيجي باحجام مختلفة بحيث انها تتناسب مع حجم مختلف الاطباق او الكوبايات او المنظمات اللي عندك، وغير كده هي بتساعدك على حفظ الحرارة، وكمان بتمنع ان الحاجة اللي انتي منظمها في الطبق او المنظم ده متقعش منه. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا اداة التثبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انتي تنظمي بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك، وغير كده تقدري ان انتي تنظمي عليه بعض الادوات زي الليفة او الفرشة. وهنا هنشوف مع بعض. عندنا الأداة المعيارية اللي تقدري ان انتي تعايري بيها كمية الدقيق او التوابل او مختلف البقوليات اللي انتي عاوزة تستخدميها بالجرامات. دلوقتي هنشوف. عندنا الحلة اللي بتشتغل عن طريق الكهرباء، تقدري ان انتي تعملي من خلال الحلة دي اكلتين في نفس الوقت. هنا هنشوف مع بعض. عندنا مجموعة هايلة جدا من منظمات التلاجة اللي بتيجي بأحجام وأشكال مختلفة، وطبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدري ان انت تنظمي في المنظمات دي مختلف أنواع المأكولات اللي بتبقى موجودة عندك سواء خضرة أو فاكهة أو بواقك. وأهم ميزة في المنظمات دي ان هي بتساعدك على توفير المساحة عندك جوة التلاجة، وان هي تخليلك شكل التلاجة منظم جدا ومرتب. وهنا معانا حامل او منظم تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام وتنظمي عليه المناديل او ادواتك زي الكريمات او الشامبوهات او العطور. وهنا هنشوف مع بعض. عندنا باسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة، وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا، تقدر ان انت تحطي فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك. وهنا هنشوف مع بعض. عندنا اداة تقدري ان انتي من خلالها تسني مختلف احجام السكاكين او المقص. وبعد كده هنا هنشوف. عندنا الجوانتي السيليكون ده، طبعا الجوانتي ده تقدري ان انتي تستخدميه في تنظيف المواعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت، وغير كده طبعا هو بيحافظ على ايديكي من المواد الكيماوية او مواد التنظيف اللي بنستخدمها في مختلف التنظيفات في البيت. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفاكهة، وهي بيجي معاها اداة مميزة جدا بتساعدك انك تمسكي بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدري ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة، وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع، تقدري ان انتي تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انتي عاوزة تقطعيها، وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفى تقدري ان انتي تغسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انتي قطعتيه. يعني هي بيكون ليها كذا طريقة في الاستخدام، وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا اداة تقطيع تقدري ان انتي تقطعي بيها مختلف انواع الخضار، والاداة دي بيجي معاها كذا قطعة من اشكال التقطيع المختلفة، تقدر ان انتي تبدليها بكل سهولة على حسب طبعا الحاجة اللي انتي عاوزة تقطعيها، وتقدر ان انتي تحضري من خلالها مختلف انواع السلطات بكل سهولة. بعد كده هنا عندنا جهاز تدفئة الاقدام، طبعا الجهاز ده بيبقى محشي بقطن عالي الجودة، طبعا تقدري ان انتي تغسليه على ايديكي او تغسليه في الغسالة. وهنا هنشوف مع بعض. عندنا الفرشة الدقيقة جدا اللي بتساعدك ان انتي تنظفي كل القطع او كل الحاجات اللي بتبقى عندك حجمها صغير او بيبقى فيها زوايا صغيرة بيبقى صعب عليكي تنظيفها، فتقدري من خلال الفرشة دي تنظفي كل ده من غير اي صعوبة في تنظيف اي حاجة موجودة عندك من لوازم المطبخ.
وهنا هنشوف مع بعض. عندنا مكنة الخياطة حجمها بيكون صغير واستخدامها بيكون سهل جدا، تقدري ان انت تخيطي بيها كل انواع الهدوم اللي بتبقى محتاجة خياطة عندك بكل سهولة، والنتائج بتاعتها الحقيقة مبهرة جدا زيها زي مكنة الخياطة العادية بالظبط. ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الذكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد، وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة. كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعرض في الفيديو ده، وتقدري ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا في الفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله. ودلوقتي بقى بعد ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده، هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك، وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انتي من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة. تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق، وطبعا تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق اليكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. بالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انتي عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف، اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انتي بتكوني موجودة فيه. يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية، اما مصاريف الشحن لفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية، وبيكون في دول الشحن فيها مجاني، فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه. بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن، وهي بتكون الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات. وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مش زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها. وعاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كارفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر ان هو يوصلها بكل سهولة. وبس كده ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك،
ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدري ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في اقرب وقت. اسيبكم في رعاية الله.